نحن اليوم نحتفي بالناجحين في كل من الطور الابتدائي المتوسط وكذا الثانوي. الطالبة ناصر مرام متحصلة على شهادة البكالوريا لسنة 2023 بتقدير جيد جدا وبمعدل 16.95. طبعا هذا النجاح يعود بطبيعة الحال إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الوالدين الكريمين. أهدي هذا النجاح لعائلتي بصفة عامة ولوالدي بصفة خاصة. أنا الطالبة من ذيب شيماء متحصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 15.80، أخذت المرتبة الأولى في هذه الشهادة هذا العام، والحمد لله حققت ما يريد والدي، وأتمنى أن أحقق ما يريدونه أيضا، أن أصبح دكتورة إن شاء الله. معكم تلميذة أبرار سماري ناجحة في شهادة البكالوريا بمعدل 15.25. الحمد لله وشكر لله على تحقيق هذا النجاح، فالفضل أولا يعود لله سبحانه وتعالى لتوفيقه طوال هذا المسار، ثم الفضل يعود للوالدين الكريمين على دعمهما النفسي والمعنوي لي طوال مسيرتي في الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن المنان، ذي الفضل والعطايا والإحسان، أشكرنك ما حييت ولا تشكرنك أعظمي في قبرها، والصلاة والسلام على نبي مصطفى العدنان وعلى صحبه الأطهار الأخيار. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. معكم الطالبة تركي غفران الحاصلة على شهادة التعليم الثانوي البكالوريا بمعدل 15.53 بتقدير جيد من بلدية ولا سبان، بلدية متواضعة. أشكر السيد المدير قراب طاهر مدير ثانويتي المتواضعة أيضا. أشكر جميع المسؤولين الذين أشرفوا على هذه الحفلة المتواضعة، على هذا الحفل التكريمي، أشكرهم جزيل الشكر. أشكر والدي الكريمين، أمي التي تعبت من أجلي، التي صهرت من أجلي، التي ضحت بنفسي ونفسي من أجلي، يعني شكرا شكرا شكرا. أشكر أبي رحمه الله، أقدم له هذا النجاح. معكم الطالبة في فلاف ريال من بلدية أولى تبان ولاية الطيف، جبت البيام معدل 18.68. نتقدم جزيل الشكر للطاقم التربوي المتوسط كباب الحسين. نتقدم كذلك جزيل الشكر للوالدين وكل الناس اللي ساهموا به ندير هذا الإنجاز نلحق ليه. نتقدم بأطيب التمنيات للناس اللي نجحوا جابوا البيام كيفي، ونقول حظ أوفر للراسبين.